السلام عليكم. رئيس الوزراء يوجه بالتنسيق مع المالية لرصد مبالغ الخطة التسليحية ويشدد على تسريع إجراءات الإعلان عن مشروع تحلية المياه في البصرة. وتفاهمات سياسية لتمرير الموازنة داخل البرلمان، ونواب يكشفون عن اتفاق بين المركز والإقليم بشأن مشروع القانون. وزير الخارجية يعد الضربات الإيرانية الأخيرة تجاوزا سافرا على سيادة العراق، والوزارة تتوعد بإجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد طهران. الجهد الهندسي والخدمي يواصل أعماله في التاجيات والحرية في حملة تشمل المدارس والمراكز الصحية والكهرباء. ووزير العمل يكشف عن وضع خطة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ويعلن تلقي الوزارة 1.5 مليون طلب للتقديم على الشبكة. المرور وأمانة بغداد تقدمان مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن التخفيف من الزحامات، بينها تقليل استيراد المركبات وترقين قيد السيارات القديمة. كانت هذه أبرز العناوين، التفاصيل على رأس الساعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.